أهلا بكم من جديد. عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات كوفيد-19 اجتماعا في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بذات الشأن، حيث ناقشت اللجنة لآخر التطورات والمستجدات بشأن تداعيات مواجهة كوفيد-19. وخلال الاجتماع كان حضور بعض الوزراء عن طريق الاتصال عن بعد وفق التقنية الحديثة التي تم إدخالها مؤخرا في اجتماعات اللجنة.